أذلت الطائرات الأوكرانية وأفشلت جميع محاولاتها لاختراق الأجواء الروسية. عشرات الطائرات خسرتها قوات زيلينسكي لحظة اقترابها من مسارات جوية اعتقد الأوكرانيون أنها آمنة، ولم يعلموا أن منظومة كروغ السوفيتية كانت تتربص بهم وجعلت من الحدود الجوية الروسية منطقة محرمة على غير الطائرات الروسية. فما هو السلاح الذي فتك بطائرات أوكرانيا؟ ولماذا اعتمد الروس على سلاح عتيق من الحقبة السوفيتية أكثر من غيره؟ وما حكاية الكمائن الروسية التي اصطادت الطائرات الأوكرانية؟ في هذا الفيديو نستعرض لك عزيزي المشاهد قدرات أخطر أسلحة بوتين الدفاعية في العالم. كروغ صائد الطائرات الأوكرانية. تسليح المنظومة. تتسلح منظومة كروغ بنحو 8 طرازات مختلفة من الصواريخ. سنتحدث فقط عن النسخة الأحدث منها والأكثر شيوعاً في المنظومات التي تمتلكها روسيا. صاروخ كروغ M3 ويبلغ بوزنه 2450 كيلوغراماً بطول 8.7 متر وبعرض 86 سنتيمتر وبرأس حربي يبلغ وزنه 150 كيلوغراماً. يعمل الصاروخ M3 بواسطة 4 محركات تعمل بالوقود السائل الكيروسين وقادرة على دفعه بسرعة تبلغ 4 أضعاف سرعة الصوت إلى ارتفاع 24 ألف متر ضمن نطاق عمليات يصل إلى 56 كيلومتر، أي إن منظومة كروغ واحدة باستطاعتها خلق دائرة خطر على الطائرات المعادية يبلغ قطرها أكثر من 1000 كيلومتر. أما آلية التفجير فتعتبر طفرة في عالم الحروب سابقة لعصرها، حيث يقوم النظام الذي يعطي أوامر التوجيه بتتبع الهدف والصاروخ أو الصواريخ عبر الرادار، يحدد مواقع وسرعات الهدف والصاروخ، ويحسب ما إذا كانت مساراتهما ستتقاطع. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيقوم نظام التوجيه بنقل الأوامر إلى الصاروخ، وإخباره بتحريك الزعانف بطريقة توجهه في الاتجاه المطلوب للمناورة إلى مسار اعتراض مع الهدف، ويمكن لنظام التوجيه أن يشعر بذلك ويحدث مسار الصواريخ باستمرار لمواجهة مثل هذه المناورة. وعند مرور الصاروخ بالقرب من الهدف يتم تحريض صمام التلامس لتفجير الرأس الحربي، أو يمكن لنظام التوجيه من الرادار تقدير متى سيمر الصاروخ بالقرب من هدف ويرسل إشارة تفجير. في بعض النسخ يكون لمحطة التتبع هوائيان رادار أو أكثر، أحدهما مخصص لتوجيه صاروخين في آن واحد. من المرجح أن تكون هذه الأنواع من الأنظمة قادرة على التواصل مع صاروخ عبر نفس طاقة الرادار المستخدمة في تعقبه. كيف تصطاد كروغ الطائرات الأوكرانية؟ العين الثاقبة لمنظومة كروغ هو رادار منفصل من طراز P40، والذي يعمل كنظام إنذار مبكر يصل مداه إلى 175 كيلومتر، مما يوفر لرادارات توجيه الصواريخ فرصة زمنية كافية لتوقع مسار الهدف المعادي وتحديد مسار صاروخ المنظومة لتحقيق أعلى دقة إصابة ممكنة. وتعمل المنظومة أيضاً بواسطة 4 رادارات وأنظمة مدمجة، الأول من طراز لاندرول S51، ويساعده راداران للإغلاق على الهدف، ورادار مسح مخروطي، ورادار مسح طولي، وتعمل الرادارات بشكل متزامن بواسطة وحدة معالجة جماعية، وقد وصلت دقة تحديد موقع الهدف إلى 1 متر، بينما بلغت مسافة الخطأ في إصابة الهدف 4 أمتار، وهي مسافة لا تترك مجالاً للطائرات ثابتة الجناح أو المروحيات للهروب من صواريخ كروغ. المواصفات العامة. تم تحميل المنظومة على مركبة مجنزرة تستند كلياً إلى هيكل الدبابة السوفيتية T-55، يبلغ طولها 7.5 متر وبعرض 3.2 متر وبارتفاع 4.4 متر مع الصواريخ أعلاها، ويبلغ الوزن الكلي للمنظومة 28.8 طن. يتم تشغيل المركبة بواسطة محرك يعمل بالديزل بقدرة 280 حصاناً، ويتيح للعربة التنقل بسرعة 38 كيلومتراً سواء على الطرق الممهدة أو الوعرة. وتحتاج المنظومة إلى طاقم مؤلف من 5 أفراد هم القائد ومساعديه والسائق، ويتم تشغيلها بواسطة طاقم مؤلف من 3 أفراد عندما تكون خدماتها ثابتة لحماية المعسكرات والفرق والمواقع العسكرية. حكاية الكمائن الجوية.
تغطي منظومات الدفاع الجوي الروسية S-300 وS-400 كامل الأجواء الروسية، لكن لتفادي استهلاك صواريخها باهظة الثمن مقابل الطائرات الأوكرانية المتهالكة والمعاد ترميمها، لجأت القوات الروسية إلى ترك مجالات جوية على مقربة من الحدود الأوكرانية. وفي الأراضي التي تقدمت إليها بنشر منظومة دفاع جوي قصير المدى ومحمولة كمنظومة كروغ أو أوسا وغيرهما من المنظومات القادرة على تأمين شبكة نيران وحماية متقاطعة للأجواء دون تغطيتها بالمنظومات الحديثة. وظناً من سلاح الجو الأوكراني بأنه قادر على استغلال هذه الثغرات واختراقها لتنفيذ هجمات على القوات الروسية بمأمن من صواريخ S-300 وS-400، كانت طائرات أوكرانية تتساقط واحدة تلو الأخرى مجرد دخولها المجالات الجوية لكمائن المنظومات القصيرة والمحمولة. التاريخ التشغيلي: بدأ مشروع منظومة كروغ في العام 1956 مع بلوغ الحرب الباردة ذروة التصعيد وسباق التسلح، ودخلت الخدمة في العام 1965 وخضعت لعملية تطوير في الأنظمة ونوعية الصواريخ عدة مرات، كان آخرها في العام 1990، ولا تزال تخدم في عشرات الجيوش حول العالم بأكثر من 420 نسخة مصنعة منها، وتعتبر واحدة من أقدم منظومات الدفاع الجوي التي لا تزال قيد التشغيل. شاركت المنظومة إلى جانب الاتحاد السوفيتي وروسيا من بعده في جميع الحروب التي خاضتها، وأثبتت اعتماديتها ونجاحها في حماية الأجواء الموكلة إليها. عيوب قاتلة: قبل الحديث عن العيوب، لا بد من إنصاف كروغ والاعتراف بأنها واحدة من أخطر وأنجح وأمهر صائدي الطائرات في الفترة الممتدة من لحظة صناعتها وحتى بداية الألفية الثالثة. لكن مع التطور التكنولوجي وتدعيم طائرات الجيل الرابع والجيل الرابع المتقدم والطائرات الشبحية من الجيل الخامس بأنظمة الرادار السلبي والتشويش واعتراض الإشارات الراديوية، تصبح المنظومة السوفيتية بلا أي جدوى أو تبقى ذات جدوى محدودة كاستهداف الطائرات المروحية والشرعية، وهذا الأمر نادراً ما يحصل في العمليات الساخنة بين الدول. كما أن تطوير أنظمة الحرب المبكر لطائرات الإنذار المبكر إيواكس قادر على تعطيل رادارات المنظومة وإخراجها عن الخدمة جزئياً. أنظمة التوجيه والتتبع في المنظومة غير قادرة على تتبع الطائرات الصغيرة الحجم كالطائرات المسيرة المذخرة أو الانتحارية، وبالتالي فإن الكفة في هذه المواجهة التي أصبحت في يومنا هذا بسيطة للغاية ترجح لصالح الطائرات المسيرة. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك للمنظومة السوفيتية كروغ؟ وبرأيك هل تنجح دائما خطط روسيا في إعادة استخدام الأسلحة القديمة؟